اعتصامات مستمرة ضد تدخل وممارسات السعودية والإمارات في المهرة، حيث يرى أبناء المحافظة أنهما تستهدفان السيادة وتقوضان حضور الشرعية، ولم يبدي ومعهما السلطة المحلية أي مظاهر حسن للنوايا، بل لا تزال الاستحداثات العسكرية على الأرض متواصلة. يواصل المهريون احتجاجهم ضد ما يسمونه احتلالاً تقوده السعودية، متمسكين بسلميتهم ووقوفهم خلف الشرعية وأهداف التحالف الأولى المعلنة إلى أفعاله على الأرض المنافية لأقواله. حول مساعي التحالف لاستنساخ أحزمة ونخب في المهرة، يؤكد نائب رئيس اللجنة التنظيمية للاعتصام عبود بن هبود أن دعم التحالف لأدوات في الجنوب لا يختلف عما حدث في صنعاء من تقويض للشرعية. سلوك السعودية على الأرض يظهر عدم ثقتها بأبناء المهرة، لذا تعتمد على أفراد من خارجها لتنفيذ مخططاتها، وهو ما لا يقبله أبناء المهرة الذين يقولون إنهم قادرون على إدارة مناطقهم حسب قانون ودستور الجمهورية اليمنية. نائب تنظيمية الاعتصام أكد اختلافهم مع المجلس الانتقالي الجنوبي وغيره من المكونات التي اعتبرها أدوات في يد الغير، داعيا أبناء الجنوب لتحكيم صوت العقل وعدم الانجرار لأي مشروع خارج المشروع الوطني، مؤكدا على أهمية استدراك القوى والمكونات السياسية اليمنية للحظة التاريخية التي يعيشها البلد، وضرورة العمل ضمن المشروع الوطني الواحد دون التبعية لأي جهة. تيه وتخبط وارتهان ومشهد ضبابي في اليمن، تحاول احتجاجات المهرة كسره واختراقه بإعادة ضبط بوصلة المشروع الوطني حسب ما تقتضيه المصلحة اليمنية.